إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن بعض الإفرازات التي تساعد الأعضاء الحيوية، بعض العصارات، وأيضا راح نذكر بعض الوظائف لها مثل الإفرازات الكبدية، أيضا الأحماض الصفراوية. تقوم هذه الأحماض بعملية إذابة للدهون. الفوسفا تساعد على امتصاص الدهون أيضا. الكوليسترول أيضا يفرز، يعني يخرج عن طريق العصارة الصفراوية. وأيضا راح نتكلم عن الأجسام المناعية، تعمل على حماية من البكتيريا ومن الكائنات أخرى عضوية، طبعا هذه الكائنات مؤذية للشخص. وأيضا في يعني شيء ما ذكرته عن المخاط، المخاط طبعا يعمل على الحماية من البكتيريا بشكل عام ومن المخلوقات الدقيقة. وإلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.